بإذن الله. لكن في نقاط برضو يا كريم الواحد لازم يتكلم فيها. ريال مدريد نادي تقيل جدا في كذا حاجة وفي الفنيات وغيره، بس عنده القدرة أن هو يغير أسلوب اللعب في نفس التوقيت وفي نفس اللحظات، من مثلا لعب هجومي من لعب دفاعي للعب هجومي، شفناها قبل كده كتير. بس على الصعيد التاني برضو أنا هرجع وأقول لك مارسيل كولر لديه من الاحترافية أن هو الراجل ده برضو بيقدر يلعب وبيعمل بطريقة أو بيشتغل بطريقة أثناء المباراة، أنك بتشوف كذا خطة بتتغير، بتشوف التغييرات بتاعته حتى للعيبة لما بينزلوا بيقلبوا يعني أجواء المباراة وخطة المباراة وغيره، بيبقى فيه لمسات فعلا يعني زي ما بتقال كده كل حاجة بتبقى عنده محسوبة. فمهما كان الخصم بتاعك أو المنافس بتاعك طبعا لديه من الخبرات والاحترافية وغيره باع كبير جدا. أنا أشوف أن دلوقتي الوضع وزي ما بتقال كده كل الظروف بتقول لك او يعني زي ما تقال داعمه للنادي الاهلي. انا عايز اقولها بهذا الشكل عشان كنت هقولها بالانجلش يعني الواحد برنامج عالمي يا عالم عالمي نتزنق برضه اوقات معلش. فدي نقطه مهمه، فاتمنى ان شاء الله يبقى فيه بس تركيز. وبالنسبه للجزئيه اللي انت بتتكلم فيها دعم الجماهير، لا هنرجع تاني والناس تقول لك ما خلاص بقى ومش عارف ايه، لا دي نقطه مهمه جدا، لان مش شرط ان انت تلاقي الدعم ده في كل الدول المختلفه. يعني مش لازم تلاقي مثلا في منطقه معينه دعم من جماهير دوله تانية وغيره، ده مش بتلاقيه على فكره. وده اللي صرح بيه احد اللعيبه كمان في ريال مدريد، قال لك احنا عارفين ان هيكون يعني الجماهير هناك كلها تقريبا بتشجع او بنسبه كبيره جدا بتشجع النادي الاهلي، فده امر متوقع جدا لان احنا دول عربيه زي بعض والدعم لازم بيكون موجود. والقصه كلها ان انت برضو كعربي بتفرح لو اي فريق عربي اخر فاز وتالق طبعا وتطور، فدي امور كلها طبيعيه. كابتن محمود الخطيب تحدث اكتر من مره كمان على الروح الحلوه جدا والمسانده الجميله من الجماهير المختلفه، خاصه طبعا يعني صاحبه الارض الجماهير المغربيه. فانت عندك كل حاجه متاحه طبعا. يبقى التركيز، يبقى اللعب الحلو، يبقى بقى الروح الحلوه وفي نفس الوقت النتيجه الحلوه، ولا ايه يعني طبعا. عايزين نشوف طبعا بقى يعني باذن الله يحصل. بس هنتكلم طبعا في فنيات وهنتكلم في نقاط كتيره مهمه على مدار الحلقه لازم برضو الواحد يبقى فاهمها رغم الغيابات الموجوده، واللي انت كنت بالمناسبه بتقول يا ريت قد كانت يعني في اللعيبه الكبيره، لكن برضو ده مش هيخلي المباراه سهله يا كريم ابدا. نرجع نقول الاحوال هي ماتش صعب. بصي انت بتلعبي مين؟ ريال مدريد. بطبيعه الحال الماتش هيكون صعب، لكن اكيد برضو من اللطيف ومن حسن الاقدار ان ما يكونش كريم بنزيما متواجد ولا كورتوا حاضر اللي هيحصل ده. ربنا يصلح الحال ان شاء الله طبعا.